يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مسافر وقد تنجست ثيابه وصلى فيها خشية خروج الوقت، ثم وصل إلى مكان الإقامة وأعاد الصلاة، فهل فعله صحيح؟ إذا حان وقت الصلاة وخشي خروج الوقت وليس معه إلا ثياب نجسة ولا يقدر على غسل النجاسة، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد الصلاة، صلى على حسب حاله، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن يخفف الثياب ويقتصر على ما يستر عورته فقط، والذي يزيد عنها لا يخلعه من المتنجسات، ويصلي بما يستر عورته وليس عليه إعادة. نعم.